بداية ال11 يا رب ان شاء الله تكون يوم 9 باتحاد المونستيري. اتحاد المونستيري فريق جيد. انا لسه كان معايا كابتن جمال بالحاج المحلل الفني في التونسي وكان بيتكلم معايا ان هو فريق بالفعل هو فريق جيد، فريق زيه دائما ما بيعتمد او بتعتمد الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي بتلعب في نص ملعبها وبتلعب على الهجمات المرتده، ده او يعني ده الطبيعي اللي بنشوفه في معظم المباريات باستثناء المباريات الكبيره مع الاسماء الكبيره. يعني هل من الممكن ان يتجاوز النادي الاهلي هذه المباراه في ظل جهاز فني جديد، في ظل مجموعه جديده من اللاعبين؟ انا بعتبر ان عوده اللاعبين اللي بقى لهم فتره كانوا واخدين اجازه ورجعوا اعتقد ان هي هتبقى بدايه جديده ليهم. اكيد يا كابتن اسلام، لو هتكلم برضه لازم هنتكلم عن النادي الاهلي وهو بيلعب في افريقيا. هنتكلم ان مهم جدا ان انت كالنادي الاهلي، انت زي ما حضرتك قلت ان اي فريق مستني يشوف النادي الاهلي هيعمل ايه، هيلعب بانه طريقه، مدرب جديد زي ما قلت لحضرتك بدوافع جديده بصفقات جديده. اعتقد ان الراجل حتى في المباراه دي بيلعب بالطريقه المناسبه للعيبه اللي معاه، هي 4-2-3-1، وده اللي طمني للراجل شويه ومدرب جديد للنادي الاهلي ان هو بيلعب بالطريقه المناسبه للعيبه طبعا. فدي كانت مهمه جدا، ودي يمكن اللي خدت من النادي الاهلي الموسم اللي فات بشكل كبير جدا، كتر تغيير طرق اللعب ده اللي اثر على اداء النادي الاهلي. لكن مع الراجل انا برضو واصلني ان اللعيبه مستريحه له جدا ومقتنعين بالراجل بشكل كبير جدا، فدايما مهم جدا ان الراجل ينزل يفرض اسلوب لعبه باي طريقه كانت. اكيد لازم يدرس نقط الضعف والقوه في الفريق المنافس، واتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي، ده هيديله دفع بشكل كبير جدا ان هو يبدا الموسم، وداخلين برضه على مباراه سوبر، فكل ده هيبقى بشكل جيد يعني اكيد ان شاء الله. احمد انا عايز برضه اسالك سؤال، انت لعبت مباريات كثيره بالليل او الظهر، هل الميعاد يفرق؟ يعني المباراه هتتلعب الساعه 4، يعني مباراه الاتحاد المنستيري دي هتلعب الساعه 4، والاتحاد المنستيري برر كده وقال ان احنا عندنا مشكله في الاضاءه. اكيد يا كابتن اسلام، وخصوصا انت ده بيفرق برضو على ميعاد المباراه لما بيجي لك قبلها بفتره. اوكي. طول ما انت هتتمرن في نفس ميعاد، هو اكيد مباريات بالليل ما بتبقاش زي الظهر او بعد العصر، حتى في الفرق في المجهود، في المجهود البدني اللي بيتعود عليه اللعيب. مهم جدا ان النادي الاهلي قبلها بفتره بيبقى متمرن في ميعاد المباراه، ده بيفرق مع اللعيبه بشكل كبير. لكن في فرق لما انت بتبقى بتلعب بشكل دايم بالليل وبتتمرن بالليل وبعد كده تروح تلعب مباراه، يمكن انا عايش الفتره دي مع الجونه شويه، كان الاجواء صعبه جدا هناك على اي فريق بيجي يلعبنا. يمكن انا لما لعبت في الجونه الجو هناك شمس جدا وصعب جدا، فده كان بياخد من اي فريق بيجي يلعبنا. فاكيد الجو طول ما لعيبه النادي الاهلي متعوده ان هي تتمرن في الوقت ده قبلها اكيد هو بيعمل تمرينتين، تمرينه الصبح الساعه 9 يعني بتبقى حر جدا طبعا، مش قوي لكن بتبقى حر، لكن ايضا تمرينه بتاعت بعد دور الساعه 5. فلا انا اعتقد ان قبلها بفتره هو الراجل بيتمرن كده، مش ان الناس مش هتحس او اللعيبه مش هتحس بفرق كبير جدا يعني ان شاء الله.